استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد بدأوا في التقاط الجمار وسيكون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وتعد هذه النقلة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم. الحمد والنعمة لك الملك لا